بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. يا أستاذ أود بداية أن أعلن أن مجموعة هايل سعيد أنعم وشركاء قد تبرعت ب50 مليون ريال. باسم الدولة تبرع الدولة ب50 مليون ريال. كما أعلن تبرع رئيس الجمهورية الأخ عبد الرب منصور هادي ب1 مليون ريال. محمد سالم باشندوة ب500 ألف ريال. وأرجو من الإخوة القادرين على التبرع أن يقفوا ويعلنوا عن تبرعاتهم، فهذا العمل عمل وطني وخيري كبير جدا. مؤسسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر للأعمال الخيرية 2 مليون ريال. يا أهل الخير، تبرعوا بأي مبلغ تقدرون عليه. هذا اليوم يومنا، هذا اليوم يجب أن نثبت أننا أوفياء للشهداء. هذا اليوم هو يوم عزيز علينا، يوم وطني خالد، وسيبقى خالدا في ذاكرة شعبنا إن شاء الله. والله إنني مستعد لأن أطوف بمكاتب وبيوت رجال الأعمال من أجل أن يتبرعون لهذه المؤسسة. دعونا نعطي فرصة للبعض كي يفكر. بمثل هذا اليوم 18 من شهر مارس من العام الماضي، قام بلاطية وقوات الحكم الفردي الأسري باقتلاف مجزرة بشرية في قلب العاصمة صنعاء. راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى من أبناء شعبنا المعتصمين في ساحة التغيير، بينما كانوا يتظاهرون سلميا فور فراغهم من أداء فريضة صلاة الجمعة. وقد أدى ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد الجماهير الحاشدة المشاركة في الدورة الشعبية الشبابية السلمية بالعاصمة إلى تأجيج سعير الغضب في صدور الملايين من المواطنين من عموم أرجاء اليمن، وإلى تصاعد زخم الثورة. ولكن تلك الخطة باعت في الفشل، إذ لم تحقق ما توقعه النظام الحاكم السابق من وراء ذلك الاعتداء الهمجي البشع على مئات الآلاف من التجار والتائرات العزل الذين كانوا يمارسون حقهم المكفول دستوريا بالاعتصام والتظاهر سلميا
والذين أفضوا صمودا منقطع النظير في مواجهة العيارات النارية والقذائف التي كانت تطلق عليهم من مواقع مختلفة دون أن تلين لهم قناة. وفيما توالى صدور بيانات الإدارة والاستنكار عن حكومات العديد من دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وقد سارعت بعض وحدات الجيش والأمن إلى إعلان تأييدها وانضمامها للدورة السلمية. وغدا ذلك اليوم الثامن، يوم الجمعة الثامن عشر من مارس عام 2011، يعرف منذ إذن بجمعة الكرامة، وليصبح يوما مشهودا من أيامنا الوطنية الخالدة. وها نحن اليوم نحتفل بذكراه السنوية الأولى باعتباره يوما تاريخيا في مسيرة الثورة الشبابية الشعبية السلمية. ويقتضي منا الوفاء بهذه المناسبة أن نترحم على أرواح شهداء ذلك اليوم المشهود وكل شهداء الثورة السلمية الباشرة، وأن نبتهل إلى الله العلي القدير أن ينزلهم منازل الأبرار والصديقين كما ندرع إليه سبحانه وتعالى أن يمن بالصحة والشفاء العاجل على جرحى ذلك اليوم وكل جرحى الثورة السلمية، إنه سميع مجيب. اسمحوا لي أيها الأخوة أن أنتهز هذه الفرصة لأقول بأن من يتهمون الحكومة القائمة بالضعف والفشل عليهم أن يتذكروا ما عاناه المواطنون في عهدهم السابق حين كانت الكهرباء تنقطع لأسابيع إن لم يكن لشهور، وحين كانوا يحرمون الناس من المشتقات النفطية ويقومون ببيعها في السوق السوداء بأضعاف أسعارها الرسمية، إلا إن كانوا قد نسوا ذلك بحكم الخلف. ورغم كل ما يفتعلون الآن من مشاكل ومعوقات ومن إخلال بأمن الوطن واستقراره، فإن الحكومة الحالية تقوم بإصلاح ما تتعرض له محطات الكهرباء وأفراكها هنا وهناك من قصف وتخريب بأسرع ما يمكن. ونفس الشيء، فإن المواطنين اليوم لم يعودوا يعانون من أزمة في المشتقات النفطية بصورة مستمرة ودائمة كما كانوا يعانون من قبل. ويتعين علينا ألا ننسى بأن الحكومة السابقة والعهد السابق كان هو الذي رفع أسعار المشتقات النفطية، بل كان يبيعها بالسوق السوداء بأضعاف أسعارها. وأخاركم أيتها الأخوات وأيها الإخوة أيها الأبناء وأيتها البنات، أخاركم لا تجهلون أن من يقف وراء الاختلالات الأمنية وقصف محطات الكهرباء والأبراج، ولكني أطمئنكم بأننا سنعمل كل ما في وسعنا لتوفير الخدمات الضرورية بأسرع ما يمكن. وكما تعلمون، فإن حكومة الوفاق الوطني ملزمة بمهام محددة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وفي مقدمة هذه المهام الإعداد لعقد مؤتمر حوار وطني شامل تحت إشراف ورعاية الرئيس عبد الرب منصور هادي، والعمل على إعادة الوطن إلى المسار الصحيح وصولا إلى وضع الأسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من الفساد يسودها الأمن والاستقرار وعلى قاعدة المساواة في المواطنة. أخيرا أقول لكم، حفظ الله اليمن من كل شر ومكروه، وأبقى شعبنا المتاهة إن شاء الله، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم.